الفيديو ده معمول مخصوص لاحلى بنور في الدنيا، اسم ام بيلا، فانا فكرتها عندها بنت صغيره فوجئت ان اسم كلبتها. بجد بشكرك قوي 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 على كل حاجه علمتهاني تخص بيلا، وتعمدت ان نعمل لها الحلقه دي مخصوص لان بسمه. اقول لك يا بسمه كل سنه وانت طيبه تاني، ويا رب بالتوفيق وبالنجاح دايما، وبجد انت احسن كابتن في الدنيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم يا جماعة، تحياتي لكل الناس الجميلة اللي متابعاني على قنواتنا على اليوتيوب. شكرا لكل الناس اللي بتشكرنا ان هي طبعا استفادت مننا بمعلومات وخدت مننا معلومات للكلاب بتاعتها. طبعا في ناس كتير اتصلوا بينا، كابتن ابو نور الف الف شكر، حصلت معانا ظروف في الكلاب بتاعتنا، حصلت معانا مشاكل سوارة اللي انت شرحته لنا، الحمد لله جاب معانا نتيجة جميلة جدا وجاب معانا حاجة كويسة. في الفترة الأخيرة ديت يمكن كنا شفنا مقطع فيديو كده في حالات الواتس أو على الاستوريهات أو الحاجات اللي زي كده، تمام، لبنت بمليون راجل، بنت جميلة جدا طبعا، بسمة من محافظة القاهرة، من الشخصيات المحترمة جدا اللي أنا بعزها بجد بجد بجد، طبعا أخت بجد، أخت عزيزة ليا، تمام. بسمة طبعا من محافظة القاهرة، من الناس اللي بتربي كلاب وعندها كلبة مربياها في البيت اسمها بيلا. هي كمان لها صفحة كبيرة على تيك توك ومسمية صفحتها أم بيلا، طبعا الاسم هي اسمها بسمة، مسمية الصفحة أم بيلا على اسم كلبتها. دي الناس اللي واخدة الكلاب بالحب، واخدة الكلاب محبة، واخدة تربية الكلاب بقلبها بحبها ليها بالحاجات دي كلها. انبسطت جدا لما استغربت لما شفت الاسم أم بيلا، فأنا فكرتها عندها بنت صغيرة فوجئت إن اسم كلبتها. خلتني اتعلقت بصراحه بصفحتها، حبيت اتفرج عليها، حبها للكلاب واصل لفين، الحاجات دي كلها. من هنا حصلت صداقه بيني وبين بسمه، صداقه اخويه بجد، لان هي بصراحه من الناس المحترمه ومن الشخصيات الجميله جدا، وتعمدت ان نعمل لها الحلقه دي مخصوص لان بسمه تستحق ان انا نتكلم عنها، لان من النوع، من الناس النادره اللي هي لو ابو نور مثلا في مشكله تتصل عليه، يا كابتن عامل ايه اخبارك، مش سامعه صوتك ليه، لو ابو نور مثلا في حاجه او زعلان في فيديو في حلقه نلاقيها تكلمني في التليفون، يا كابتن في ايه الحلقه دي، مش عارف مين اللي مزعلك، مع ان مسافه البعد بينا ان هي في محافظه القاهره وانا في محافظه البحيره. وكمان اللي انتوا ما تعرفوش ان انا ما شفتش بسمه فعلا بجد، او ما قابلتنيش بجد، او جات لي هنا او كلام من ده طبعا، ودي لظروف الشغل او الحاجات دي كلها. النهارده بقى في الحلقه دي انا بهني بسمه، الاول بقول لها كل سنه وانت طيبه يا قمر. اي نعم هي جت متاخره شويه، بس الحلقه متصوره يوم عيد ميلادك بالظبط، تمام. بقول لك كل سنه وانت طيبه يا بسمه في الحلقه ديت، وطبعا هنشوف المقطع الاول اللي بسمه بعتته، وده البناء عليه انا قررت اعمل الحلقه دي، لان من الشخصيات اللي تستحق بجد. يلا بينا نشوف مقطع بسمه. الفيديو ده معمول مخصوص لاحلى بنور في الدنيا، بجد بشكرك قوي 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 على كل حاجه علمتهاني تخص بيلا، وبجد انت احسن كابتن في الدنيا. طبعا بعد ما شفنا المقطع بتاع بسمه دلوقتي وشفنا كلامها الجميل، احب اقول لك ربنا يقدرني، ومش ان انا بس احاول ان انا اوصل لك انت المعلومه بس، ربنا يقدرني يا بسمه واحاول اوصل كل جمهور ابو نور المعلومه والافاده. تحياتي طبعا لكل الناس اللي بتستفاد مننا، لان في ناس احنا بنقول المعلومات يا جماعه ما بتفهمهاش صح او ما بتنفذهاش صح فبتخطا، وفي ناس بجد بتاخد مننا المعلومه بطريقه جميله وبتنفذ المعلومه صح وبطريقه كويسه جدا. طبعا احب اقول لك يا بسمه كل سنه وانت طيبه تاني، ويا رب بالتوفيق وبالنجاح دايما، وربنا يوفقك يا رب ويكرمك بالاحسن، وطبعا كل يوم تكوني في العالي او كل يوم تكوني في الاحسن، وربنا يبارك لك في بيلا وباذن الله في الزياده وبالتوفيق والنجاح باذن الله. تحياتي لبسمه وتحياتي لكل واحده متابعانا، وكل واحد قبل كل واحده كمان، وكل طفل قبل كل واحد وواحده، تحياتي لكل الناس اللي متابعانا على قناتنا على اليوتيوب. شكرا للناس اللي فضلت معانا لما وصلنا للمليون متابع، شكرا للناس اللي تابعتنا، احلى تحيه لبسبس في الدنيا، تحياتي ليكي وتحيه لجمهوري الجميل، وطبعا كل سنه وانت طيبه تاني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.